اهلا بكم واخر فقره في حلقه الليله دي، لان الحلقات سريعه ولازم نلحق ضيفنا. ببساطه احنا بنلقي الضوء النهارده كانت محاكمه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب. النهارده وصل ترامب الى مانهاتن وتم اغتيال، دخل جوه القاعه للمره الاولى في تاريخ امريكا بيتحكم علنا رئيس سابق في قضايا جنائيه متعلقة بعدة قضايا، بالانتخابات والأمن القومي الأمريكي، وسترقب عالمي حصل وطار إلى من فلوريدا إلى نيويورك وسلم نفسه إلى الجلسة الأولى للمحاكمة بعد ما تم تصويت هيئة المحلفين رسميا على توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب تتعلق بحاجات كثيرة جدا، منها أنه أثناء الانتخابات دفع فلوس عن طريق المحامي بتاعه إلى ممثلة بورنو عشان تقول انها ما تجيبش سيرته، فدفع فلوس دي كانت وخبى الموضوع خالص وانكر انه على علاقة بيها. هي ممثلة افلام اباحية يعني. كانت رحلة ترامب تاريخية للمحاكمة مثار متابعة وسائل العالم كله، زي ما بنشوف كده في الفاينانشال تايمز بتقول دونالد ترامب يهبط في نيويورك لمواجهة تهم جنائية، الرئيس الأمريكي الأسبق يصل من فلوريدا ويتجه إلى برج ترامب قبل المحاكمة في مانهاتن اليوم. الغريبة أنه القاضي المدعي العام، القاضي بتاع مانهاتن، عدو لدود لترامب. خلينا نشوف ترامب وصوله إلى قاعة المحكمة اللي هو وصل إليها أهو. هو أهو مش مفيش كلبشات ولا حاجة، اللي بيسموها الاقتياد العلني، بيسموا الإجراء ده الاقتياد العلني، إنه يتاخد فيه كلبشات وإنه كان متهجحما زي ما بيقولوا كده. وهو دي واحدة من القضايا. وصول فعلا ترامب، بدأت المحكمة وحواليه عناصر الأمن في مشهد تاريخي ظهر فيه ترامب في الفيديو صامت وغاضب، وسئل إذا كان مدان ولا لأ وقال إنه مش مدان. هو اللي قال كده ترامب، قال انا نوت جيلتي، يعني مش لا غير مدان يعني. دي كانت القصه بتاعته. لكن الحقيقه الدنيا خلال الجلسه انكر زي ما قلت التهمه بتاعته. هي دي المحاكمه دي في قضيه واحده، لسه بقى عنده مجموعه قضايا تانيين. يعني هو عنده دي قضيه، يقال انه عنده 34 قضيه. يعني يقال انه عدد القضايا اللي مرفوعه عليه 34 قضيه، منها ما يتعلق بعرقلة نتيجة انتخابات بتاعت بايدن، منها ما يتعلق بالممثلة بتاعت الأفلام الإباحية، منها ما يتعلق بأنه خبى أو دارة ورق، يعني أشياء كتير جدا. لكن في الآخر خلص ترامب وقال نوت جيلتي وطلع على من مانهاتن إلى فلوريدا مرة أخرى. ده الجديد يعني، أنه خلص رجع تاني يعني إلى مكان إقامته. ترامب اعتبر أن اللي بيحصل معه ده أمر سريالي وأنه ملاحقته قضائيا استهداف سياسي صريح. ده هو اللي قاله ترامب طبقا للفاينانشال تايمز اللي قالوا يعني. لكن أثناء رحلة ترامب لمحاكمته كانوا مؤيدين، وعلى فكرة قليلين ما كانوش كتير يعني، عشان بس أنا سألت أصدقائي في أمريكا قالوا لي لا ما كانتش الدنيا، قال أنتم بالغين قوي ليه كده، ما كانش في حاجة يعني، فما كانش في ناس كتير قوي. خلينا يشرفني في الحضور أو لمناقشة الموضوع ده على بعضه كده الأستاذ خالد الترعاني الخبير في الشؤون الأمريكية. أستاذ خالد أهلا بحضرتك. حياك الله، تحية لك ولمشاهديك ورمضان مبارك. كل عام وحضرتك بخير يا فندم. ومعي أيضا الأستاذ توفيق طعمة الباحث في الشؤون الأمريكية والشرق الأوسط. أستاذ توفيق أهلا بحضرتك. حياكم الله، تحياتنا لكم وللمشاهدين وللأخ العزيز الأستاذ خالد. طيب خليني أبدأ من الأستاذ توفيق. أستاذ توفيق، في البداية عشان نوري الناس المحاكمة اللي حصلت دي اللي قال فيها not guilty، هل دي في قضية ولا في 34 قضية؟ الحقيقة هي مجموعة من القضايا. يعني القضايا الرئيسية هو اللي أثبتت أو حتى الآن قضية يعني ارتشاء المرأة هذه حتى للتغطية على سلوكه الأخلاقي. فأعتقد هذه كانت قضية من أحد القضايا المهمة قبل الإعلان عن التهم الأخرى التي يعني تم إعلان عليها هذا اليوم من قبل المدعي العام. تهم جنائية كهذه تهم خطيرة جدا،
تهم نصب واحتيال، تهرب من الضريبة، أيضا تدخله في الانتخابات الأمريكية وطلب من بعض من حاكم ولاية جورجيا في قلب موازين الانتخابات لصالحه، أيضا في مناصري عندما اجتاحوا الكونغرس الأمريكي كان هو على علم بهذا الموضوع، وهذه أيضا وأيضا حكم على هذا الموضوع في مجلس النواب وتم إدانته، ولكن تمت تبرئته في مجلس الشيوخ. إذن يعني هذه التهم تهم خطيرة جدا على الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعتقد أن هناك العدالة ستأخذ مجراها، والقانون الأمريكي هنا قانون، والجميع يعرف أن قانون الأمريكي عدالة أمريكية، والقانون هنا ينصف الـ يعني الـ الـ الإنسان الإنسان الطبيعي. وأعتقد أن هذه يعني سابقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. أن طيب هنرجع للسابقة دي يا أستاذ توفيق، بس خلينا نروح لأستاذ خالد. أستاذ خالد، أنا مش هنتكلم في النظام القضائي الأمريكي، لأن اللي أنا عرفته أن التهم تم تصويت عليها وأنها سرية وغير معلنة وأنها بتعلن في الجلسات، وأنا مش فاهم إيه النظام ده، ولا أفهم إن كيف يذهب متهم إلى المحكمة وهو لا يعلم بأي تهمة رايح. إذا كنت أنا فاهم غلط ممكن تشرح لي يا أستاذ خالد. نعم، لا هي مش بهذه الطريقة أبداً. الحقيقة أن لما بكون في تحقيقات بجريمة معينة، أي، لا يتم الإعلان عن التهم الموجهة، ولا لا تعطى أي تفاصيل عن هذه التهم. هناك يكون هيئة محلفين سرية، مباحثاتها سرية، ولا يجوز البوح، يعني الذي يبوح بما يحصل في هذه الجلسات الاستماع لهيئة المحلفين يعني عقوبتها شديدة بالقانون. بعد ذلك يعني عندما تستكمل المدعي العام يستكمل تحقيقات، وعملياً هي كل هذه كانت تحقيقات في الجريمة، وعندما تصوت هيئة المحلفين على أنه هناك جريمة مكتملة الأركان بعد أن يتم يعني بعد كل هذه المداولات وتقديم الأدلة، ويعرض المدعي العام قضيته على هيئة المحلفين، هيئة المحلفين تصوت إذا كان هناك جريمة فعلاً أم أنه ليس هناك جريمة. وإلى أن يعني وقد صوتت هذه الهيئة المحلفين الأسبوع الماضي على أن هناك جريمة. الآن يجلب المجرم المتهم يعني المتهم نعم أو نعم المتهم يجلب إلى المحكمة ويقال له أنت رهن الاعتقال بسبب هذه الجرائم التي ارتكبتها، ويكشف عن هذه الجرائم، ثم يعطى مدة من 6 إلى 8 شهور. يعني جلسة الاستماع القادمة سوف تكون في شهر ديسمبر، بمعنى يعطى الآن أعطي لائحة الاتهامات وتعطى لمحاميه، وبعد ذلك يعطى فرصة لعدد من الأشهر ليبدأ بتهيئة الدفاع. طيب ما أنا ما بعدتش يا أستاذ خالد، أنا قلت أني في هيئة محلفين والحكاية بتبقى سرية وإلى التداول ثم يتم إعلان عنها بعدين. يعني أنا قريت ده في الجرائد الأمريكية، أنا مش يعني ما بفهمش في النظام القضائي. فقريت إن اللي اعترضت عليها هو أنه لا تظهر تباعا في المحكمة، تعطى مرة واحدة. أيوة صح مش خلال المحاكمة، تعطى مرة واحدة. يعني 34 تهمة تم الإعلان عن 34 تهمة، وللمحامين الحق بالإطلاع عليها بشكل كامل. 34 نعم، يعني رقم كبير قوي. يعني ماذا فعل ترامب عشان يبقى عامل 34 تهمة؟ لا هي الحقيقة هي 3 تهم، ولكن فيها 34 جرم تم ارتكابه من أجل هذه التهم الثلاثة. يعني هم 3 تهم اللي هي الرشوة الممثلة للأفلام الأباحية، تعطيل الإعلان نتيجة بتاعت بايدن فيما أرى، يعني صح كده، ثم لا. إخفاء صح؟ لا هي يعني أنا قرأت فقط المختصر للائحة الاتهام. لائحة الاتهام هي 3 قضايا: قضية سيرمي دانييلز اللي هي ممثلة الأفلام الإباحية، تمام، وممثلة بلاي بوي أيضا يعني امرأة أخرى تم دفع $150,000 لها،
والقضية الثالثة وهي اللي لم تكن متداولة أبدا هي البواب بتاع الأنهار بتاع دونالد ترامب، دفع له 30,000 دولار ليسمق عن طفل غير شرعي أنجبه دونالد ترامب. أوف دي جديدة خالص، دي جديدة دي جدا أول مرة أسمع عنها. طيب خلينا نروح لأستاذ توفيق. أستاذ توفيق نخش في الموضوع على طول، لكن الأول خلينا نشوف الجراف ده عن القضية وتطورها عاملينه الشباب، وبعدين عايز أدخل معاك على طول في صلب الموضوع وأقول لك ماذا يقال هناك داخل أمريكا من بعض الناس الريبابليك أو الديمقراطيين. طيب أنا أستاذ توفيق هنقف عند آخر لقطة البايدن. البعض قال أن القصة معمول عليها زيطة كبيرة جدا لأنه الخصومة ما بين الديمقراطيين والجمهوريين هي اللي تتحكم في المشهد يا أستاذ توفيق. أنا بأنقل الكلام مليش علاقة بيه، وأنه الهدف هو ضرب دونالد ترامب وقطع الطريق عن إعادة ترشيحه في 2024. إلى أي مدى ده حضرتك تشوفه مظبوط؟ يعني الحقيقة يعني شوف الحزب الديمقراطي، يعني أنا لو في عليك أن هناك أصوات الحزب الديمقراطي لا تريد من ترامب الترشح للانتخابات القادمة، وقد يعتبروها أيضا هذه مسيسة كما يعتبرها يعني الحزب الجمهوري. أعتقد أن هذه المحكمة مسيسة يريد منها يعني عزل ترامب عن ترشح للانتخابات القادمة. أعتقد أن زي ما قلت يعني أن هناك أصوات في الحزب الديمقراطي لا تريد ترامب، وأيضا هناك أصوات في الحزب الجمهوري أيضا، يعني مت رامني قبل شوي كان يتكلم يحكي وقال قبل قليل أنه هذا محسوب على الحزب الجمهوري وكان مرشح سابق لرئاسة الأمريكا، وقال أنه الرئيس أن بايدن عفوا أن ترامب لا يليق لا يعني لا يحق له ولا يعني من غير يعني لا يليق في الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون رئيس مثل ترامب ليترشح لرئاسة أمريكا مرة ثانية، هذا ميت رامني أيضا. يعني ال هي القضية كما يعتبرها الحزب الجمهوري قضية مسيسة. أنا لا أعتقد أنها مسيسة، أعتقد أنه ترامب اقترف الكثير من الجرائم المخالفات القضائية أشياء جنائية. هناك الكثير يعني اللي عمله الرئيس هذا ما عمله أي رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. هو أعتقد أنه سينجو من هذه المخالفات، سيعتقد هو ويعتقد أنه هو فوق الجميع، ويعتقد أنه إنسان لا يمكن محاكمته أو إنسان غير طبيعي أو أنه سوبرمان لا يمكن للقضاء أن يقاضي أن يعني ما لاحظنا عندما يعني كان ماشي عندما دخل إلى المحكمة دخل في طريقه إلى بناية المحكمة، يعني كان الطبيعي هو ليس مبتسما وليس عادة مبتسم يضحك يلوح إلى العالم يسلم، لكن هذه المرة كان منفعل أو كان إنه يعني مش متقبل الوضع لأنه ما أعتقد يوفي القيام إنه يتحكم بهذه الطريقة اللي هو تحكم فيها أو إنه تم جلبه إلى المحكمة مثل أي مواطن أمريكي اقترف، لكنه تعامل بطريقة مختلفة لم يقيدوا أيديه بسبب أن هناك الحرس السري هم أمن كل هذه الأمور حتى دخوله للمحكمة وتم تلاوة عليه التهم وبعدها خرج. هناك انقسام حاتي الشارع الأمريكي بين حزب الجمهوري والديمقراطي. أعتقد أن هذا أن الانقسام هذا في تصاعد مستمر خاصة الآن في المجتمع بين حزب جمهوري وحزب ديمقراطي. ترامب من يعني هناك أعتقد أن هذه الأمور قد تكون لصالحه وقد تكون. طب ما أنا عشان كده خليني أتوقف هنا وأرجع تاني للأستاذ خالد. أستاذ خالد المدعي العام بتاع منهاتن، وهم أنا عرفت أنه هو على عداء شديد بينه وبين ترامب، بيقول ترامب متهم بدفع أموال لعامل في برج لشراء صمته حول إنجاب طفل خارج الزواج زي ما حضرتك ذكرت، دي تهمة. وبيقولوا أنه هو برضو له تصريح تاني مدعي عام منهاتن بيقول تم دفع 130,000 دولار لامرأة بهدف إسكاتها، طبعا دي ممثله البورنو اللي حضرتك ذكرتها بتاعت البلاي بوي او كده، وغير البنت اللي هي، وبيقول برضو حاولت تغطيه على جرائم متعلقه بانتخابات. ده المدعي العام. خليني استاذ خالد ليس هناك اي دوافع سياسيه للقضيه. خليني حد في امريكا عربي زي حضراتكم كده
عايشنك وهو جمهوري وما بيحبش ترامب يعني. لكن ذكر لي حاجه مؤلمه جدا. خليني اقول لك على حاجه استاذ خالد كده. انا يوما انا متوقع، انا محمد ناصر متوقع، كويس ان انت معايا على الشاشه دلوقتي، ان يوما ما سيتم صناعه فيلم في هوليوود عن ترامب، هذا الفيلم سيبكي المشاهدين. هقول لك ليه بقول كده، والناس هتتعاطف جدا مع الشخصيه، مع ترامب يعني اللي في الفيلم. هقول لك ليه، لانه حد قال لي، بيقول لي تخيل راجل حلو غني وحيد وبيضطر انه يستخدم عاملات جنس بمبالغ، لانه ده النموذج الامريكاني اللي هو ما فيش حاجه يعني، ليس لديه شريكه حياه، وحيد لوحده وله متطلبات، فبالتالي بيستهلك. الى اي مدى ممكن هذه النظره الانسانيه العاطفيه تعمل شهره لترامب او تساعد في يعني تخلص ترامب من هذا المأزق؟ نعم، يعني هذا بيذكرني بأفلام توفيق الدقن، يعني لما تكون أنت بتتعاطف مع المجرم لأنه هو ماشي إجا من بيئة وهو يعني مكسور عاطفيا أو شيء من هذا القبيل. لا، دونالد ترامب إنسان، يعني بغض النظر حقيقة عن موقف الشخصي من دونالد ترامب، دونالد ترامب إنسان فاسد، إنسان عنصري بدون أدنى شك. هو عنصريته لم نكتشف عنصريته اليوم، اكتشفنا عنصريته عندما كان هناك جريمة في سنترال بارك في نيويورك، وأخذ دفع $100,000 ليأخذ إعلان بصحيفة نيويورك تايمز يتهم أولاد سود بارتكاب هذه الجريمة، وأظل مصراً على أنهم هم الذين ارتكبوا الجريمة واعتقلوا وحكموا وذهبوا إلى السجن، ثم اكتشف أنهم في الحقيقة أبرياء من هذه الجريمة. عنصريته عندما تم انتخاب باراك أوباما رئيس، كل فترة رئاسة باراك أوباما كان يتصدر المشهد دونالد ترامب بتوجيه الشك بأن على باراك أوباما أن يبرز شهادة ميلاده ليثبت أنه مولود في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هو يعني إنجاز أول تاريخي لأول رئيس أسود في البيت الأبيض، ودونالد ترامب على مدى 4 أو 8 سنوات وهو يردد كذبة أن باراك أوباما لم يولد في الولايات المتحدة. برأيي أنه هو إنسان، يعني عدا عن ذلك على سبيل المثال كمالك للعقارات، حكم دونالد ترامب ودفع غرامة على أنه كان يميز عنصرياً ضد السكان في عمارات، وهذا في الثمانينيات. فهو تاريخه هو تاريخ من العنصرية وتاريخ من النرجسية وتاريخ من الفساد المالي والفساد الأخلاقي. عدا عن ذلك أن دونالد ترامب ما لا يعرفه الكثيرون، هو كان يملك حقوق الإنتاج لمسابقة ملكة جمال العالم، فالتقاءه وارتباطه بالنساء الجميلات هو يعني جزء من عمله، وجنى ملايين الدولارات من خلال تنظيم مسابقات ملكة جمال الكون التي كان يمتلك حقوقها. ولكن ولم يكن وحيدا، يعني هو كان كل الفترات هو كان متزوج من أم إيفانكا ترامب، نسيت اسمها اللي ماتت قبل شهرين، وتزوج من امرأة أخرى مباشرة بعد انتهاء علاقته بأم إيفانكا، ثم تزوج الآن زوجته الحالية. ولكن هو إنسان فاسد يعتقد أنه من خلال أمواله يستطيع أن يمارس كل الممارسات اللا أخلاقية، وهو محمي بسبب أمواله. برأيي هو يعني الشيء الوحيد إنسانيا أنه هو إنسان فارغ من الداخل، بمعنى فارغ عاطفيا، وبسبب فراغه العاطفي هذا وبسبب أنه يعطي هالة من الثقة الزائدة بالنفس كي يغطي على عدم ثقته بنفسه في الحقيقة، يمارس مثل هذه الممارسات. وصلت الفكرة. خليني أروح لأستاذ توفيق. أستاذ توفيق، خلينا مع الأستاذ خالد برضو، وإحنا الثلاثة مع بعض ننقل الحديث لمستوى تاني. الجمهوريين بيمثلوا النبرة المحافظة على الأخلاق القديمة والقيم القديمة، ولعل في كلمة ترامب لما قال أن الله خلق آدم وسميث ولم يخلق مش عارف آدم وحواء لم يخلق آدم وسميث، يعني هذا الجبهة أو هذه الجبهة تمثل الحفاظ على الأخلاق الكاثوليكية، الأخلاق الدينية.
بينما الديمقراطيين بيمثلوا الدفاع عن الترانس والجايز وإلى آخره من هذه القيم. إلى أي مدى بعض الناس قالوا هذه المعركة، هذه المعركة الغطاء بتاعها هي شكلها جنائي، ولكن هذه المعركة بين هذه الأفكار وبعضها، إلى أي مدى تتفق معهم يا أستاذ توفيق في الطرح ده، أو إلى أي مدى تلقي هذه الأفكار بظلالها على محاكمة ترامب؟ يعني أنا هذه لا أعتقد أن هذه لها تأثير على محاكمة ترامب، يعني على تفكيره بالأمور الأخلاقية والأخلاقية في المجتمع الأمريكي وكيف يفكر في الحالات. يعني هو طبعا هو الحزب الجمهوري حزب محافظ أكثر من الحزب الديمقراطي الليبراليين، والحقيقة وهنا نقطة الخلاف حتى هذا موضوع بين إحنا كعرب ومسلمين، دائما نطرح هذه المواضيع ونتكلم فيها عندما تأتي الانتخابات الرئيسية، من اللي صوت؟ هل نصوت لترامب أم نصوت لبايدن؟ ما هو ده اللي أنا بسأل، ما هو ده اللي أنا بسأل فيه أستاذ توفيق، الأفكار دي المختلفة ما بين الديمقراطيين وما بين الجمهوريين، فريق يحافظ على القيم الأخلاقية الدينية التي نعرفها، فريق آخر مع حرية الجنس وحرية عبور الجنس والتحويل، هذه المعركة هل لها أي علاقة أو تلقي بظلالها، ما بقولش تأثر، على المحاكمة دي؟ لا أعتقد ذلك أخي السيد محمد، لا أعتقد، أعتقد هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر، لا أعتقد أنه له علاقة في في المحكمة، في يعني في الأمور المحكمة والقضاء اللي بيتحاكم عليه الآن ترامب. ما أعرفش شو استوفي، بس هم بيقولوا لي، بس بعض الناس بتقول لك طب ما هو اشمعنا ترامب يعني اللي انتوا عاملين عليه مشكلة، طب ما هيلاري كلينتون اتظبط عندها سيرفر كامل وما حدش جاب سيرته، ما حدش ما تعمل لهاش نفس الزيطة دي، يعني دي حرب على الجمهوريين، مش فكرة ترامب يعني. صحيح، بس يعني لو احنا رجعنا لتاريخ هيلاري كلينتون يعني يختلف يعني اختلاف كبير جدا عن ممارسات ترامب وعن مخالفاته. يعني هي صحيح كان هناك في تسريب لبعض الايميلات لهيلاري كلينتون، طيب ليش ما حكموها؟ طب وين الحزب الجمهوري؟ ليش ما رفعوا قضيه وحاكموها مثل ما حاكم ولايه نيويورك؟ امريكا مفتوحه للجميع، اي واحد بيقدر يرفع قضيه على اي شخص اخر، والقضاء ببت فيها وبيحكم. كان من الجمهوريين إذا هم كانوا بحاجة، إذا كان هم يعني بيحكوا عن هذا الموضوع، فعلى الجمهوريين كان عليهم أنهم يرفعوا قضايا ضد هيلاري كلينتون وشوفوا إذا هي مذنبة أو غير مذنبة. فبالتالي أنه هذه الحجج اللي بيطلعوها الحزب الجمهوري بهذا الموضوع، أنا ضد هذا يعني اللي بيحكوا فيه، لأنه حكي غير واقعي حقيقة. الآن الموضوع هو موضوع الرئيس السابق ترامب اقترف مخالفات جنائية وعليه أن يتحمل المسؤولية. يعني هناك صحيح يحاولون جماعة الحزب الجمهوري بيدافعوا عنه وبيحكوا أنه هذا شيء سياسي، أنا لا أعتقد، قد تكون هناك بعض السياسي، لكن الحقيقة أنه هذا الرجل استفرد هذا، يعني توحش في فترة انتخاباته زي ما حكى الأستاذ خالد. إحنا عانينا كمسلمين وكعرب، نحن عانينا من العنصرية كمسلمين، احنا كان دائما يتحدث عن المسلمين بالارهاب، ودائما يقول مسلمين ارهابي، يعني يحكي كلمه اسلام دائما يقرنها بالارهاب. نحن عانينا، غير الاقليات الموجوده في امريكا، غير الـ يعني كان يعني هي الخنت ما عملت هذا العمل حتى انه يمكن محاكمتها على اعماله الفاسده، على اعماله النصب والاحتيال وهذه الامور. لكن شيء اخر، بس اعود للموضوع الاول اللي حكيت عنه اخي سامي محمد، اللي هو كيف انه احنا يعني كمسلمين وكعرب لما احنا بنصوت للرئيس ننظر الى الرئيس ترامب او الحزب الجمهوري، لانه هناك في صفات هي احنا صفات مشتركه بين بعض احنا كمسلمين وعرب امريكا محافظين، وايضا بنشاركهم للحزب الجمهوري، مثلا زي ما تفضلت هناك ما في عندهم شغلات الهوموسيكشوال، شغلات اللي هي لا أخلاقية. لكن في الوقت الآخر هناك عرب أيضا يصوتوا لحزب الديمقراطي، علما أن الحزب الديمقراطي والليبراليين وخاصة عندنا تعال في ولاية كاليفورنيا، وأنا معروف في يعني ولاية ليبرالية على الأخير، بيدرسوا في المدارس العادية ويدرسوا الأطفال عن أنه مع المرأة هذه شيء طبيعي، والرجل يتزوج بالرجل الآخر هذا شيء طبيعي، بيعلموا الأولاد في المدارس.
هم ديمقراطيين، وهنا نحن نختلف، بنفكر انه كيف هذه يعني الاصوات الليبراليه اللي يعني اللي هي الامريكي العادي الطبيعي الملتزم لا يقبل بها، فكيف بنا نحن كمسلمين وكعرب انه نقبل بهذه الافكار الليبراليه اللي هي اللي تهدم وتدمر الاسر المحافظه. وهنا ياتي طبعا ما هي دي مش يا استاذ توفيق، انا عرفت ان دي مش افكاره، دي افكار الحزب الديمقراطي، هو اصلا كان ديمقراطي وبقى جمهوري وبعدين بقى جمهوري يعني اصلا هي ليست افكار ترامب. الناس يعلمون ان ترامب ما هو الا رجل يعني جعجاع بيردد افكار ليست افكاره، انما انا بتكلم على انه المعركه ربما تلقي بظلالها الفكره، لكن حضرتك شرحت بوضوح يعني. طب خلينا نروح للاستاذ خالد. استاذ خالد، انصار ترامب في الحمله بتاعته جمعوا له في 5 ساعات 4 مليون دولار. كان ايلون ماسك العبقري الفز كان قال انه اذا تعرض دونالد ترامب للمحاكمه هيزيد من فرص فوزه في انتخابات 24. الى اي مدى تعتقد ان كل المشهد الان يخدم ترامب 24؟ نعم، برايي ان الاجابه على هذا السؤال مرتبطه بقضيتين اخريين، قضيه الوثائق السريه وقضية محاولة التدخل بالانتخابات في ولاية جورجيا. يعني الكل ينظر أو الكثيرين دعني أقول ينظرون إلى هذه القضية على أنها قضية تكاد تكون سخيفة، هي دفعات لإسكات ممثلة أفلام إباحية ودفعات لممثلة بلاي بوي أو شخصية بلاي بوي أخرى ودفع، يعني اعتقد ان هذه قضايا قد تكون سخيفه. ولكن القضايا اللي هي مش سخيفه هي محاولته للتاثير على مسؤولي الانتخابات في جورجيا ومحاوله تغيير نتيجه الانتخابات، وهذه قضيه الان قائمه وهيئه المحلفين تجلس في جلسات سريه للاستماع لحيثيات هذه القضيه. هذه واحده. الاخرى، القضيه الاخرى هي قضية الوثائق السرية التي سرقها وأخذها أو استحوذ عليها ترامب، ومرارا وتكرارا حاول أن يخفي بعض هذه الوثائق. يعني عندما تمت زيارته مرة ثم مرة أخرى ثم مرة ثالثة، في كل مرة يجد أنه عمدا حاول إخفاء استحواذه على هذه الوثائق. فإذا كانت القضية الوحيدة هي قضية الأموال التي اعتقل على أساسها ترامب، فهذه قد ترفع من فرص دونالد ترامب بأن يصبح رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى، وما يعني أننا إذا أصبح رئيس مرة أخرى قد يصبح مرة ثالثة، يعني سوف نكون متورطين بدونالد ترامب لفترتين رئاسيتين قادمتين. ولكن إذا تم الإعلان عن القضية وتم اعتقاله على قضية جورجيا ومحاولة التدخل بنتائج الانتخابات وعلى قضية وهي قضايا أكثر جدية، والقضية الأخرى قضية الوثائق السرية، فبرأيي أن كثير من الجمهوريين سوف يبدأوا بالحديث عن أن ثمن ترشيح ترامب أكبر بكثير من أن يدفعوا هذا الثمن. يعني أصبح ترامب لا يستحق كل هذه المعاناة منهم، مما يعني أنه سوف يكون هناك فرصة لمرشحين جمهوريين آخرين. برأيي الحسبة في الحزب الجمهوري أنهم يريدوا أن يحصلوا على الرئاسة من دونالد، يعني من جو بايدن، ويريدوا أن يكون المرشح الأفضل عندهم هو الذي المرشح الأفضل، يعني صاحب الفرصة الأفضل لهزيمة جو بايدن هو مرشح الحزب الجمهوري. تراكم القضايا هو الذي سوف يؤدي. قضية أخرى أخيرة هو أن هناك عندما فاز جو بايدن فاز بسبب أن هناك عدد من الناخبين المستقلين الذين صوتوا لترامب في المرة الأخرى ولم يصوتوا له في المرة الثانية. فالسؤال الذي يجب أن يطرح نفسه وهو سوف يجيب على سؤالك هو ما هو عدد الناخبين الذين كانوا صوتوا لترامب ثم صوتوا لبايدن من المستقلين؟ كم من هؤلاء سوف يصوت لترامب مرة أخرى بعد هذه القضايا؟ لا أعتقد أنه هذا العدد سوف يكون كبيرا، أو سوف يكون هناك أي شخص يعني سوف ينتقل من الذين صوتوا لترامب ثم لبايدن، سوف يرجع إلى
ترامب مرة أخرى. طيب أستاذ توفيق، يعني عادة بنرى ترامب دايما في المحافل دي شوي جدا، يعني يفتعل مواقف دايما يلفت الأنظار، ولكن في دخول المحكمة لو حضرتك شفته كان مكتئب، حتى في جلوسه في العربة الشيفورلي السودا دي لما أنا قعدت أتفرج عليه كان مكتئب فعلا، يعني كان واضح عليه قوي الأزمة يعني. وهذا مختلف تماما عن ترامب اللي عهدناه انه هو يعني له طريقه معينه كان يبدو على ملامحه وعلى وشه الازمه. يعني سؤالي، في احد الجرائد ذكرت النهارده وربما هي النيويورك تايمز قالت انه في حاله الادانه ستكون اقصى عقوبه لترامب 4 سنوات. ما عرفتش اي في اي قضيه في حالة الإدانة في أي قضية ممكن يكون ياخد 4 سنوات. وهنا السؤال، لو تم إدانته في هذه القضية اللي أنا معرفهاش واللي ممكن خد 4 سنين، هل دي تعتبر نهاية الترامبية وليس ترامب؟ يعني اللي بعرفه أنا من متابعتي إنه حتى لو إدين الرئيس، يعني في حالات صارت في الزمان إنه بعض المسؤولين دخلوا السجن وترشحوا للانتخابات من داخل السجن، وطبعا في منهم فاز في منهم ما فازش. فلكن اخلاقيا بالنسبه للحزب الجمهوري كيف يمكن لرئيس مدان بجريمه ما ان يصبح رئيس دوله؟ يعني هذا امر غير متوقع. يعني كيف يسمح الحزب نفسه في الانتخابات التمهيديه ولما يرشحوا الرئيس يرشحوا يكون مرشح للرئاسه، يعني هم راح يرشحوا احد الاشخاص قد يكون ترامب او قد يكون غير ترامب. لكن تبقى المسألة أخلاقية هون، يعني إذا الرئيس تم إدانته في جريمة هل من المعقول أنه يرشح حاله للانتخابات؟ كيف سيستقبل هذه يعني الشعب الأمريكي، كيف يقبل بهذا في رئيس تم إدانته في جريمة ما قام أو بعدة جرائم ارتكبها؟ وكان يعني الرئيس المفروض يكون مثال، المفروض اللي كان مثال في الأخلاق مش مثال في اللا أخلاق، وهذا الرئيس مثال في اللا أخلاق. هذه المشكلة اللي عند الرئيس عند ترامب. تسمح لي يعني الأستاذ خالد عنده حاجة عايز يقولها، تفضل. بدي يا أنا مش متمالك نفسي الحقيقة. طبعا مناسب مثل ما أنت عارف أخي الحبيب إنه نعم الشعوب عندما تعبد الأصنام على كل علاتها، يعني كيف تستطيع أن تفسر لي أن هناك علماء سلفيين وهناك مثقفين وأكاديميين وأساتذة الجامعات مؤيدين للسيسي ويعني يدافع عن السيسي لحد ما العرق تبع رقبته يطق الواحد وهو بدافع عن السيسي؟ فيعني هل هناك شخص قميء أكثر من عبد الفتاح السيسي وتجد من يدافع عنه؟ لا أتحدث عن المدفوعي الأجر، يعني عن أحمد موسى وشلة الأنس، يعني شلة المطبلين، لا أنا بتحدث عن مواطنين عاديين بتلاقيهم بيدافعوا عنه، يعني يروا أنه هو الزعيم الملهم. هذه طبيعة الشعوب عندما تجد ترى أن هناك شخص في مكان قوة تدافع عنه وتؤيده. يعني أنت تحدثت عن 4 مليون دولار جمعها في أول 4 ساعات، حتى الآن صار جامع 7 مليون دولار فقط على الإدانة، يعني الإدانة جمعت له 7 مليون دولار، ولكن بالرغم من هذا لا أعتقد أنه سوف يفوز بالرئاسة. خليني بقى أروح هاخد الكلمتين بتوعك أستاذ خالد وأروح للأستاذ توفيق وأقول له، والقرآن الكريم قالها لما هيسألوا الناس في سقر هيقول له كنا نخوض مع الخائضين، وكنا نخوض مع الخائضين دي بقى الشعوب، أغلب الشعوب، يعني أغلب الشعوب. ولذلك في علم السياسة ليست الغالبية دائما على حق. ففعلا زي ما قال أستاذ خالد، يعني الرجل جمع في كم ساعة 5 مليون ولا 4 مليون دولار ولديه مؤيدين، وربما يأتي والشعوب بتجيبه على، وهو ضرب مثل بالسيسي. فيعني أنا بحب أيد رأي الأستاذ خالد يا أستاذ توفيق، وأسفين المقاطعة، تفضل. يعني صحيح اللي تفضل فيه الأخ خالد، هو يعني هناك من الناس من يعني يعبدوا الرئيس ويعبدوا الناس اللي مثل هيك، ف
يعني هذا موجود حتى هون يعني في المجتمعات الغربية، هذا موجود عندنا وليس في المجتمعات الشرقية. أي. حتى بنلاحظ هناك بعض المحللين واللي بيطلعوا على التلفزيونات العربية بيدافعوا عن ترامب شيء غير طبيعي، يعني كأنه هو يعني يعني هناك له أتباع في الدول العربية أكثر ما له أتباع عندنا في أمريكا. فبالتالي يعني بنشوف هذه يعني هذه حتى لو جمعوا مثل ما تفضل حتى قبل شوي وحكيت عن المبلغ اللي جمعوا 4 مليون أو 7 مليون أو 7 مليون، نعم هذا شيء طبيعي لأنه الآن الحزب الجمهوري الآن بشكل عام يلتف حول نفسه، هناك له قاعدة شعبية كبيرة جدا، والشعب الأمريكي بحب الإثارة، وهذا الرجل صاحب إثارة بحب دائما يطلع ويحكي أشياء جديدة أشياء مختلفة عن كل الرؤساء، فبتلقى الإثارة وتلقى التأييد لهذا الرئيس، وهناك وصل. زي يعني زي ما كنا يعبدوا هذا الرئيس وصل. فبالتالي يعني هذه ظاهرة موجودة يعني في جميع للأسف موجودة في جميع أنحاء العالم. وهو بس تأكيد لكلام حضرتك وكلام الأستاذ خالد، يعني لم يكن الرئيس جون كينيدي يعني النبي مرسل ولا كان من الصالحين، يعني والرجل كان فاتح البيت الأبيض لملذاته الليلية، ومع ذلك صنعته أو استطاعت الإعلام الدعاية الأمريكية تصنع من هذا الرجل أنه نموذج وحاجة خارقة. يعني على أي حال أنا بتفق مع حضراتكم، والوقت للأسف خلص، فخليني أشكر الأستاذ توفيق طعمة الباحث في الشؤون الأمريكية والشرق الأوسط، وأشكر أيضا الأستاذ خالد ترعاني الخبير في الشؤون الأمريكية، كل سنة وحضراتكم طيبين وألف شكر. هنشوف يعني هيتحاكم، ها هي أمريكا مش دولة عربية ولا دولة بزرميت، دي دولة القانون فيها والأساس.